السلام عليكم ورحمه الله بسبب قناه شو تي في. كيف كتشوفوا حنا كنتواجدوا الان بمدينه بنواحي مدينه المحمديه بالضبط هنا بالشلالات. هاد المنطقه الجميله هاد الشلالات اللي صبحت كتعرف واحد منذ سنين وجهه الزوار ديالها اللي كيجيو من نواحي ديال الدار البيضاء نواحي ديال المحمديه هنا باش يستمتعوا بجمال الطبيعه. جميلة جدا هنا بالشلالات. كتولي تعرف واحد المجموعة ديال التعاونيات اللي كتنشط في بيع المنتوجات المحلية منها الزبدة اللبن الحليب البيض الدجاج الخضرة جميع أنواع ديال الخضر سميتو حتى الخبز هنا الخبز المحلي اللي كيطيب على الفخر وكيطيب على الفران التقليدي. هذه المتنفس الوحيد ديال عين حروده الشلالات مدينه المحمديه. الشلالات اللي كان موجود واحد الشلال هنا دابا الحلو ده النظر الى الشفر الاخير و تم انشاء واحد سد تلي هو اللي خلى المياه كتولي تسمع مابقاش كتجي كيف كانت. كتشوفوا معنا متبقين تشوفوا فين المنظر الجميل هنا اللي كيشوف هذا المنظر مكيسحبوش منها كاين في نواحي الدار البيضاء كانها كاين في الجبال الأطلس ولا الجبال الأطلس المتوسط ولا هنا كتعرف إقبال كبير هاد المنطقة هادي كتعرف إقبال كبير ديال الزوار اللي كيجيوها من كل بلاصة. السيدة كتصيب خبز أو خبز تقليدي خاصين كيبيعوا المنتوجات المحلية كتشوفوا أي منها الخبز منها الحليب اللبن الزبدة البيض الدجاج البلدي. الخضار هي ديال الخضرة تاهي ديال البلاصة ديال هنا البلاصة طبيعية. شويه ديال العشيه ما تلقاش من الدوس كتحمر الدنيا هنا شويه كتبرد شويه الشمس كتولي الدنيا عامره. المنتزه هنا كاين فضاء الالعاب للاطفال كاين الحافلات هما كيقوموا برحلات كيجيو رحلات ديال الاطفال ديال الشباب والشابات كيجيو رحلات كيجيو لهاد المناظر هادي اطار رحلة منظمة. هذا المنظر الجميل اللي هاد المنزل هذا وسط الجبال ديال المعمرين هذا إمة الاستعمار الناس فين كانوا كيسكنوا النصارى كانوا كيسكنوا كيختاروا البلايص فين كيسكنوا. الناس كياخذوا صور تذكاريه كاين بعد هو رياضه المشي اللي كيجيو على رجلين ماشي على الاقدام كيجيو على رجلين ديالهم كيجيو كيستمتعوا النهار وكيرجعوا الثاني.
بس بدعات نزل المنطقة بدعات في هذه المنطقة هنا في الجبال، دات مقاهي في الجبال، مقاهي تقليدية شعبية جميلة جميلة فيها أكلات شعبية، فهمتي كتسر الزوار كيحسوا بأنه في الطبيعة مرتاح. كتشوفوا معنا متابعي قناة شو تي في اللي بغا يجيو العائلة ديالو الوليدات ديالو، كيما يتشاف كيما يتشاف بدا شوية الجو مرتاح، مع قص بين نهاية الأسبوع ونهاية العطلة، العطلة المدرسية، الناس تصبح إن شاء الله في الدراسة ديالها في العمل ديالها. شوفوا معنا متابعي قناة شو تي في الفضاء هذا، فضاء جميل اودي ما انت كتصب عينيك ما جيتيش هنا اسم الخلاوي القفار، عرفتي هنا المنظر هنا كيدير الحياه، هنا الحياه الحياه الناس عايشه الحياه، هنا الناس اللي كتعرف هادي عايشه الحياه اللي كتجي كتستمتع اسم الخلاوي القفار، هنا كاين التامين كاين الامن كاين فهمتي الحمد لله كاين كاين ما يمكن عايش من والو الحمد لله كاين تعايش ديال الناس ها نشوف الناس كيضربوا في مقاهي جميلة مناظر جميلة مازالنا كنستثمر في المقاهي وفي هاد شي جميل جميل الخبز التقليدي ها هو الخبز طيب على الفران الخبز التقليدي ها
النساء تبارك الله خارجين كيبيعوا الخضر المحليه وكيبيعوا الخبز البلدي البيض، داكشي جميل. خلو القفار حتى شي ارضنا فيها خلو القفار، كان خلو الاستثمار ماشي خلو القفار، خلو والاستثمار. ناس اما مقاهي هنا تقليديه جميله شعبيه، شي كلشي جميل. تبارك الله سي يوسف خويا، تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. انت خويا كتشوف الطبيعه جميله، تبارك الله. الناس كيجي واحد لقيتها ما تلقاش بلاصتك هنا فين توقف، هي كتعمر هنا. الله يبارك فيك سي يوسف خويا، الله يبارك فيك، تحياتي لك يوسف خويا. نشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. تعال الخبز البلدي هذا، الخبز البلدي هذا، الحليب، اللبن، الزبدة.